أما الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس فقال أن الأفلان يملك الأحقية المطلقة في حكم الجزائر لمواصلة مهام البناء والتشييد بعدما كافح للانتصار على فرنسا الاستعمارية. En foi de quoi le présent document a été signé par les représentants mandatés du gouvernement de la République française. Et par le représentant du Front de Libération Nationale. يمس المناظر او المسؤول القسمه او المحافظ او عضو اللجنه المركزيه او عضو المجلس السياسي.